صفاء، لكل سؤال معك 4 ثواني مش أكتر، لازم تجاوبي بسرعة وبنتقل للسؤال اللي بعده. أوكي. مسلسل محلي أو مشترك؟ مشترك. صورة جريئة أو تصريح جريء؟ تصريح جريء. ممثلتك المفضلة؟ عربية. إيه؟ منى واصف. الأردن أو سوريا؟ الاثنين. مع حقوق المثليين أو ضد؟ ما بحب هالسيرة. مع ضرب المرأة الخائنة؟ لا. لمين بتحبي تسمعي؟ شيرين وحسين الجسمي. أكلتك المفضلة؟ ملوخية. مين بتحبي أكثر، الماما أو البابا؟ اثنين، بس رفيقتي أكثر ماما. كم حذاء عندك؟ كتار؟ هولي من 150 ألف دولار. إيه؟ اللي أبطل زماناتي. كتار. فستان قصير أو طويل؟ طويل. كم مرة ضربت رجل؟ بدي أعرف فضيحة. طار. لحظة أتذكر. يلا. 3. ولد من دون زواج. شلون يعني ولد بدون زواج؟ بتجيبي ولد من دون زواج؟ لا أكيد. رجل أسمر أو أشقر؟ أسمر. كم مرة بتطلعي بالمراية؟ والله ولا مرة. مع المساكنة أو ضد؟ ضد. انستغرام، فيسبوك او تويتر؟ انستغرام. بتتجاهلي التعليقات السلبيه او بتردي عليها؟ حسب. اكثر شيء بيلفتني بشكل الرجل؟ نبسمه. ثروتك عيونه. لحظه عشان الواحد يكون صادق وصريح ودقيق. ثروتك تخطت المليون دولار؟ لا. رح اعطيكي اسماء شخصيات فنيه وبدنا نسمع الصوت الحلو، يعني ما في مستحيل يكون بيناتنا مقابله الا ما نسمع صوتك. ايوه عالي. رح اعطيك يا علي. بدك تختاري اسمين، انا ما رح اكتفي باسم واحد. الفنانه نانسي عجرم، الفنان نصيف زيتون. بدك تكوني حافظت لهم اغاني صفاء، ما تفوتينا بحيطان. بحبه كثير. الفنان بن بلدك بحبه كثير نصيف. الفنانه نجوى كرم واللي كمان كثير بتحبيها، بحبها كثير. نقي لك اياهم هيك على البكليت. مأواك. سلطان الطرب جورج والصوف. الفنانه هيفا وهبه. الفنانة إليسا والفنانة أصالة. بدك تختاري اسمين من الأسماء اللي أعطيتك إياهم وتسمعينا صوتك. أوكي، نقول نصيف. مش عم تزبط معي أعشق غيرك، لا والله مش عم تزبط معي اشكل غيرك. قول بعرف بانك ساكني عايش بروح مجنني وجوا حسنك شكلني وعم كابر. حلو علي لعيب. لا انا صوتي ابدا برا. ومش عم تزبط معي اعشق غيرك، لا والله مش عم تزبط معي اشكل غيرك. قول هاي نصيف. الاسم الثاني إليسا. إليسا. يعني كيف اخترتيهم إليسا ونصيف زيتون؟ بحبهم أنا، بحب اسمهم. وهالشخصيتين أصلاً في حب ومودة بيناتهم، وهذا بنشوفه دايماً بتصريحاتهم. إن كان بتصريحات إليسا أو تصريحات أنا كثير حبيت نصيف. حبيت هي نجمين وعم يعملوا وعم يدعموا بعضهم وعم بيكونوا مع بعضهم. أنا صح. يعني الناس بتحب إليسا وناس بتحب نصيف، يعني ممكن يكونوا كمان نفس الجمهور ما بتعرف، يعني ممكن يكون نفسهم، فلما بيشوفوا اثنين مع بعض بينبسطوا. يعني أنا بحب دائماً بسعى إنه الفانز هن اللي ينبسطوا، الناس هي اللي تنبسط أكثر مني. انا كصفاء مثلا عرفت شو، دائما بسعى هيك. فلما بشوف هيك شيء بنبسط، بقول انه هذا عم بيعمل قاعده حلوه كثير فنيا لهم، شخصيا كمان قبل فنيا. انا كثير بسعى للشخصيا اكثر من فنيا. نصيف فنان سوري رقم واحد بسوريا، رقم واحد هو نجم بالعالم العربي، مو لحاله رقم واحد لانه في كثير نجوم بسوريا. بس هلا كسوري عربيا خلينا نقول. اوكي. يعني طبعا الاستاذ جورج والصوف عم نحكي يعني من الشباب هلا. انت قصدك شباب. ايه شباب. خلص سوري صرت احكي انا. ايه شباب. ايه شباب. شبون الشباب. شو رح تسمعينا لإليسا؟ لإليسا رح اقول طلعت معي صح. ايه برافو عليك. شكرا. ما بك شيء، تطور تحسن تحكي لهجات، بتقلد صفاء سلطان.
بدي اقول هايشالك احلى سنين العمر يا ضي العين وقلبي يا غالي حنين وغرام من اول يوم في لقاك كان حلمي اكون وياك. انا مالي حافظه كثير الكلام بس انا كثير بحب اسمعه وانا عندي مشكله يعني الواضح شخصيتين اللي اخترتيهم بتحبي تسمعيهم اكثر. انا برافو عليك. عندي مشكله انا اذا بحب يعني بسمع لحدا ما بحفظ بحب بفضل انه انا ما احفظ لانه بصير انا بغني ما بحفظهم بصير بحطهم بسمعهم وبسلطين. يعني انا مثلا في غنيه كل ما بكون متضايقه بسمعها وخود على بكى وتشتشى وعلى بحاري وهيك لإليسا. اي غنيه؟ ومن جوايا انا عكس اللي شايفينها وعلى الجرح اللي فيها ربنا يعينها. هاي الغنية مرات بتكون صفاء سلطان مرات مو دايما مرات بتكون صفاء سلطان. وأنا من النوع لأني أنا بأي مكان بكون فيه بحب أنشر السعادة بحب أنشر المرح الطاقة الإيجابية ما بحب شوف حتى نتنكد. يعني اللي عم ضيفنا القهوة إذا عامل وش هيك بضل وراه لحتى يضحك ما بحب بحب كل الناس تكون مبسوطة حوالي. فلما بيكون عندي أنا هيك هذا الداون أو طاقة سلبية أنا فيني أنا بختفي عن جد بختفي هيك بخبرك شغلة صفاء عن يمكن جد بنشحن. هيدي الغنية مش بس يمكن قريبة من صفاء سلطان. أنا أغلب الأشخاص اللي بقابلهم بسألهم أي أكثر غنية بحسوا حالهم بحسوا إنه بتعني لهم لإليسا هي عكس اللي شايفينها. عن جد قدين إحنا صرنا بوقت إنه يمكن تخدرنا مثل ما بنقول من الأوجاع صارت الابتسامة هي الحل اللي نخفي وراها. ساعات بتحكي بالداري بجرح كبير ساعات في حاجات ما منحبش نبينها. Thank you إليسا الغنية. Thank you. Thank you على هالمقابلة المميزة. Thank you مسيو علي. أهلين أهلين أستاذ علي. أهلين أستاذ علي. نورتي الجديد أونلاين. وأكيد مبسوطة أني موجودة معكم اليوم. البيت بيتك دايما أعمالك بتنور شاشتنا. وأنا مبسوطة فيكم كتير. عن جد مبسوطة باللقاء معك علي. علي على فكرة بدي أقول شغل عن علي. الله يستر. أكتر حدا نقاء بالعالم. قلت لكم الله يستر. علي أحيانا في بلاقي في فويسين. طوال. علي. فأنا بعرف إنه كل فويس فيهم أكيد لن تقل مدته عن 5 دقائق. فأنا بترك الموبايل بساوي ركوة قهوة مشان أقدر أقعد أسمع. لحظة أنت عم تكشفي لي هلا شو السبب ليه ما بترد؟ ليكي صفاء هن كم أسئلة نقيت لك إياهم بدي تجاوبي لي الأسئلة وتبعتي لي إياهم. ليكي اسمها تأخري متأخري بدي نزل المادة ها لأنه أخذ من كذا حدا. الفويس اللي بعده مباشرة ما في ثواني. صفاء وينك صفاء ردي صفاء بليز. فأنا بكل بساطة أنا علي أنا هلأ فايقة من النوم هلأ فايقة من النوم وأنا بستفيد من النوم ما بكون شايفة أبيض وأسود بيكون الغلق مسكر. خبر المشاهدين تأخرت ساعة على على التي في لتوصل. إيه لأنه إيه احكي لي أزبط خلينا نختم المقابلة خلينا نستر على بعضنا يستر علي يستر علي خليني أنا أحكي شيء إيجابي مش مثلك جرس فضل فضل قول عن جد بدي أقول إنه صفاء من أكثر الشخصيات بالساحة الفنية أو على المستوى الشخصي بيمتلكوا هالطاقة الإيجابية حبيبي يعني عن جد بس اسمع صوتها حتى لو كنا بعاد بستمد من الطاقة الإيجابية هيدا أهم شيء. ضحكات كتير قدي بضحكات بويسات بس سجلي بويس عم يضحك اللي ما معنى هذا أي أنا ما بقدر يعني يعني أنت مش منك بس قريبة من الصحافة ومن أهل الإعلام ومن زملائك بالفن وكمان أنت قريبة ومحبة عند الملايين محبة بالعالم كنز صح. بيسوى الدنيا كلها. فأنا كتير سعيدة يمكن ما يكون عندي مليارات وملايين وبيوت وسيارات ومدري شو ألماز هدول كلهم ما بيعنوني والله العظيم مقابل أني أنا أنزل على الشارع وما يعني أجمع الكل إنه بيحبني. يعني هي القصة بتسوى الدنيا. هلا هذا لا يعني إنه ما يكون في عندي ألماس وكذا ما عندي عندي بس مو كثير تكون اشتريت من 150 150 ألف صلي أبطل من عند التتاري يا زلمة ضروري. شكرا كثير لكم مشاهدينا أكيد ترقبوا مقابلات مقبلة مع العديد من الشخصيات الفنية عبر الجديد أونلاين. Thank you.